السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط التاسع والمخصص للبكار الحقائق الإنتاج. نتابع في هذه اللحظات هذه الأشواط وأشواط الإنتاج 13 شوط من هذه الأشواط الصباحية وهي أشواط الإنتاج، وتبتدي بعدها أيضا الأشواط العامة. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة مع المركز الأول ومع منحاف لسالم بن حسين بن محمد الجرحب المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني من الجانب الأيمن خود لسالم بن حمد بن صالح بوشريدة أيضا من الجانب الأيمن. نتابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث ومن تصنى ذهول لفهد بن محمد بن علي بن سويري المري على المركز الثالث. في هذه اللحظات المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات القدوم والدخول مع رابع المراكز، ومن تصنى اللي هي اختصار حمد بن سالم بن محمد بن بخيت بدون شعار الفاتوح ايضا على المركز الرابع. المركز الخامس اللي بدات تتسلل شعار بسيقان هناك، وقدوم من ضوح لجابر بن عبد الله بن محمد الجيره المري مع المركز الخامس. هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى وفي موقع واحد، وتنافس شيق ما بين الخمس المراكز وما خلف الخمس المراكز من اثاره وتحدي. وايضا نعود الى ابو شريده اللي غير الى مقدمه الشوط في هذه اللحظات بانطلاقته هنا مع خود لسالم بن حمد بن صالح ابو شريده، هنا شعار هزاع ايضا في هذه اللحظات. بينما أرى التغيير اللي جرى وطرى في هذه اللحظات مع شعار بن شيرة أيضا ضوح لجابر بن عبد الله بن محمد أنشيرة هنا في مقدمة الشوط بالمركز الأول، غيرت إلى المقدمة بينما شعار بن حفيظ قادم بكل قوة في هذه اللحظات. هنا سيوف لعبد العزيز بن ناصر بن حفيظ الحفيظ قادم بن حفيظ مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن سويري قادم في هذه اللحظات مع ذهول فهد بن محمد بن علي بن سويري المري، بينما المركز الرابع شوفوا اللي قادمه في هذه اللحظات اللي تسللت بدورها من الجانب الايمن في هذه اللحظات. يا سلام، هنا ايضا الدوحه لمحمد بن صالح المشروم، قادم المشروم في هذه اللحظات مع المركز الخامس. يا سلام، ايضا هنا وصول جديد، وصول من مذهله هجن السيليه من قدم لنا بالشوط الماضي العرض الممتاز والتوقيت الافضل. ولكن نعود الى المقدمه ضوح جابر بن عبد الله بن محمد المشيره، وايضا هنا في مقدمه الشوط بالمركز الاول مع بوابه الكيلو المتر الاخير. يا سلام، ركز يا حسين على المقدمه، والناموس غالي والجماعه واصلين وال900 متر الاخيره. وايضا هنا سيوف على المركز الثاني لعبد العزيز بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المركز الثالث. وصلت هجن السيليه وايضا هنا القدوم من الدوحه محمد بن صالح المشروم. يا سلام، يا المشروم قادم على المركز الثالث ولكن مذهله. ايضا هناك اسم جديد، ربده قادم لمحمد بن سعيد بن محمد الصياح المري، ووصول من شعار بن جهويل قادم مع بطره سعود بن صالح القمره. ولكن نعود، الله، شوفوا التنافس ما بين بن حفيظ وما بين هجن السيليه. الله، يا هذا التحدي. يا سلام يا سيوف، مذهلة. يا سلام، ال 400 متر الأخيرة، وشوفوا اللي قادمة في هذه اللحظات. أول ندى لها. يا سلام، هنا وهج مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام على هذا الأداء، يا سلام على هذا الانطلاق، يا سلام، يا وهج مسعود بن ناصر بن سالم المكسور. سلام يا المكسور، سلام، فاجأتنا في الأمتار الأخيرة، قلبت موازين الشوط وذهبت بالناموس. سلام يا المكسور، سلام والتحية والاحترام على هذا الفوز وسعة الوصول. وهج مسعود بن ناصر بن سالم المكسور المركز الثاني. وصلت سيوف عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ المركز الثالث، ربده لمحمد بن سعيد محمد الصياح المركز الرابع. وصل التقدير لحسين بن علي بن حسين بسيقان المركز الخامس
المركز الخامس وصلت هنا مذهلة لهجن السيلية. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا التحدي والتنافس الشيق والتنافس القوي ما بينها وما بين وهج اللي فاجأتنا ويستاهل المكسور على هذا الأداء. يا سلام على هذا الانطلاق وفوزها المستحق من غيرت عند 300 متر الأخيرة وذهبت بالسلامات إلى عزبة المكسور توقيتها الزمني 4:33 17 جزء من الثانية. تهانينا لمالك وهج مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، والتهنية وصولا لناصر المكسور على هذا الناموس. بينما وصلت السيوف على المركز الثاني وتوقيتها الزمني 4:34 و64 جزء من الثانية. تهانينا لمالك السيوف عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ الحفيظ، بينما وصلت على المركز الثالث ربدة توقيتها 4:35 و8 أجزاء من الثانية. وتهانينا لمحمد بن سعيد بن محمد الصياح المري. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا